حول ملف الملفات الحارقة في بلاد سوسة، فقبل الوقت نأملوا على أن القرار العمومي والوزارات المتعلقة يستحضر الأبعاد الإشراف والمشاركة والتعاون قدر الإمكان. نتفاجئوا بقرار ما عندوش سابق إشارات وكذلك ما عندوش أسس علمية صعبة، لا من ناحية ديال القانونية ولا من ناحية ديال استحضار الأبعاد الاجتماعية والثقافية، ولا كذلك استثمار رأس المال المديون لدى الدول المدينة. الأكيد أنه كنت تبلور في النقاش أن اليوم مدينة طنجة كلها بجميع الفعاليات ديالها وبجميع المكونات ديالها مصرة على اعتبار الأساس بالإباحة والحضارة المدينة، هي الأساس جزء كبير من الهوية ديال المدينة، وكذلك تطاول على الرأس المال المدينة مما مسموحش به، لأنه المفروض أن نتجه للتثمين ديال المنطقة، الاستثمار الأمثل فيها، الاستثمار من ناحية الثقافية والأحوال الاجتماعية، حيث أن المنطقة عندها واحد مجموعة من الخصائص المتفردة اللي يمكن أنها تجعلها في الموارد التنمية ديال المدينة. إذن حنا في حملة شباب يوقع عدم حدا طنجة مع تحميل أي مبادرة تأتي يعني في إطار النقاش يعني في ظرف النقاش العمومي حول ما حول يعني القضية ديال إعدام ديال حدائق طنجة، إضافة إلى حديقة المندوبية طبعا حديقة الحي الإداري اللي يعني تم الشروع اليوم في ظل في نفس الوقت ديال حدوث النهوية هذه ولا هذه يعني بدأ في الشروع في تدميرها في اقتلاع الأشجار ديالها، في نفس الوقت نسمع أصوات تحدث يعني عن إعادة تأهيل الحديقة حديقة المندوبية بعد هدمها. يعني احنا شفنا قبل التوجه للندوة شفنا يعني كيف تم تدمير الأشجار هذه والإصرار على تدمير الأشجار هذه، وأظن أن الرسالة يعني وصلت للمعنيين. احنا في حملة شباب يوقف عدم حدائق طنجة كما خدنا المبادرة الميدانية الأولى لن نتوقف يعني عن تصريف المبادرات، سنواصل مبادرتنا حتى الوقت الفوري لإعدام حدائق طنجة بشكل كامل. والمساهمة في النقاش حول موضوع يعني أثر ردود فعل بالنسبة للساكنة وكذلك بالنسبة اليوم كان عندنا يعني ندوة فضاء أجورا للنقاش واحد الموضوع عمومي أثار الرأي العام المحلي مؤخرا اللي هو يعني البناء ديال الحدائق المندوبية واللي هي معروفة عن طنجة وهي من المآثر التاريخية والطبيعية في مدينة طنجة. الإشكال هو أنه في الخصائص اللي كتعرفوا المدينة على مستوى المساحات اللي ممكن أنها تحول إلى مرائب للسيارات تم يعني استهداف هذه المنطقة مع الأسف اللي هي الوجه الحضاري لمدينة طنجة. اليوم كان يعني نقاش عمومي مفتوح حضر له الإداري والجمعوي وأيضا السياسي بتواجد واحد ثلة من فعاليات المجتمع المدني وأيضا يعني الفعاليات الشبابية التي عملت على إثارة هذا النقاش. الحمد لله يعني كانت معطيات معلومات مجموعة من الأفكار المضادة اللي تم تداولها في هذا اللقاء ديال فضاء أجورا، واللي الحمد لله يعني استطعنا أن نقربوا واحد مجموعة من الآراء إلى بعضها، وكان ملاحظ بأنه الخطاب الذي جاء على لسان نائب عمدة إدريس مسماني أنه كان مغاير في الأخير على الخطاب في الأول. لهذا هذه النقاشات هي جد مفيدة من أجل تحقيق التقائية جميع الهيئات المتدخلة في مثل هكذا مشاريع. الهدف هو تنمية مدينة طنجة، الحفاظ على الوجه الحضاري والثقافي لمدينة طنجة. لهذا كان الاتفاق الكلي على أنه لا يمكن السماح بمشاريع تنموية تستهدف التراث والمآثر في مدينة طنجة، بأنه أهم التوصيات هي عدم المساس بهذا المرفق إلا بهذا العقار إلا بعد إجراء جميع الدراسات، المسح الضوئي، التسويات العقار، يعني جميع الأمور اللي يمكن أن تضمن أن هذا العقار يبقى بطبيعته الطبيعية وديال المآثر التاريخية. الإشكال بأنه هذا شيء صعيب أنه تحقق في
تواضع الامكانات ديال الجهات الشركه عبرت انها هذا الشيء صعيب عليها، الجماعه عبرت بانها وحنا عارفين هذه الضائقه الماليه بمعنى ان هذا الشيء صعيب، لهذا حنا كنتوصي الاساس للدوله الجميع بانه رفض الاقامه ديال هذا المرفق في هذه المنطقه، وماشي غير المراه بالسيارات، ايضا يعني حتى السوق اللي هو يعني مجاور. ساكنه طنجة تريد ان تستفيد من هذا الموروث الطبيعي كيف ما هو، وايضا المأثر التاريخي، والحمد لله حتى الجماعه في الاخير يعني قالت انه ممكن اننا نجبروا بديل، ولكن اقترحوا علينا انتم كمدينه طنجة بعض العقارات اللي ممكن خارج هذه المنطقه اللي ممكن انها يعني تكون مرأة بالسيارات. الحمد لله انه هناك وعي، هناك نضوج جميع الاطارات من اجل انه تقريب الرؤى ديال التنميه المستدامه.